اليوم جيت نخوي عليكم قلبي ونعود لكم قصتي وحكايتي اللي بغيتكم تسمعوني مزيان وتديو منها العبرة وتشوفوا شحال الحياة قاسية، ولكن مع الصبر راه الإنسان كينال. غادي نعود لكم قصتي مع الشيباني اللي تزوجت به على ود باش ننقذ خوتي، ولقيتو عقيم وما كيولدش، وفي الآخر بغى يخرج من الدين ديال الإسلام. سميتي فاطمة، غادي نبدا لكم حكايتي ملي كانت عندي 3 شهور، وبالضبط فاش ماما وبابا تفارقوا طلقوا عشت انا مع جداتي اللي هي الام ديال الام ديالي. فاش كانت في عمري 6 سنين جابا ورجع امي، عشنا الحمد لله ما عدناش وما خاصناش على قد الحال، حتى 2003 كتب الله وتوفى الوالد ديالي الله يرحمه ويوسع عليه، خلانا حنا جوج ولاد وجوج بنات. اختي الصغيره خلايا الله عندها 40 يوم، كان جدي وخوالي هما اللي كيصرفوا علينا داك الساعه تقريبا شي عام، حتى خرج لينا لانتريت ديال الوالد الله يرحمه. انا كان في عمري 17 عام، خرجت من المدرسه وجا الصيف قال لي خليهم راس خالي يلا تمشي معنا لطنجة تفوجي، علاش غير جالسه في الدار؟ وفعلا مشيت معاهم وعجبني الحال، كنت حادقه ونفسي حاره وكندير خدمة النية، تكرفصت الحمد لله بتمارة. واحد النهار جا صاحب خالي من فرنسا وكان العمر ديالو 67 سنة، شافني وقال لي نتزوج بيك ونتهلا فيك وفي عائلتك وما يخصك معايا حتى شي خير. تصدمت وحرت وخفت، قلتها لخالي قال لي شغلك هذاك ودبري راسك، السيد راه كبير عليك بزاف. سولت امي عجبها الحال وبغات، بقيت شهر وانا كنفكر حتى راسي ضاق عليا وانا نسولو عندك شي وليدات؟ قال لي اه عندي، قلت الحمد لله. نغامر على وجه امي وخوتي باش يعيشوا حسن ما يمدوش يديهم، حيت انا كنت هي الكبيره. بداو الناس كيهضروا كيقولوا الدات وشارف، وناس اخرى كتقول سعداتها غاديه لفرنسا وتتبرع. وانا في ذاك الوقت ما فكرتش في راسي، فكرت غير في خوتي. حتى منين كنخرج الزنقه كنشوف الناس كيهضروا فيا، الصراحه تعقدت في حياتي وما بقيت حتى كنهضر مع شي حد ولا كنخرج للزنقه، وليت جالسه غير في الدار. داز عام عاد باش وجدوا الوراق، من درت العقد ديال الزواج بحالي تصدمت وعاد فقت من القلبه، بقيت كنقول يا سيدي يا ربي نصب غير ما نكونش تسرعت في هذا الزواج. صافي تزوجنا في 2007، داز كلشي بخير وعلى خير، كان كيبان ليا راجل مزيان حيت هو اصله لبناني وكان عنده سكنه في المغرب، كان كيبان ليا راجل متفتح ونشيط وما تقولش عنده 67 عام. مشينا لتركيا ودوزنا شهر العسل، نقول لكم شي عليه كان شهر العسل زوين بزاف. من بعد دار ليا فيزا وجينا لفرنسا، ومن بعد عطاوني الوراق ديال العام. بديت كنخدم انا وياه وكنا كنديرو التجاره، ايوا تما بديت كنتصدم. قال لي الا بغيتي تاكلي غتحطي النص ديالك ديال الماكله، بغيتي تكساي شري راسك وتخلصي معايا جميع المصاريف. تصدمت صدمه قويه، مزوجه بحال اللي ما مزوجاش وكنصرف على راسي، ومنوع الاهل ديالي اللي في فرنسا يجيو عندي لداري، ومنوع يكون عندي تليفون، وحتى الا بغيت نهضر مع عائلتي كان يعطيني تليفون ويدير بارلور باش يسمع اش كنقول، حيت كيقول لي غادي يحرشوك عليا حيت انا شارف وانتي صغيره وزوينه. انا كنقول له يهديك الله الراجل، والله ما تخاف انا راني غاديه معك غير بالنيه، وحتى مانع الحمل خواتاتي عمرني ما خديتو. داز عام ديال الزواج شفت راسي ما حملتش، مشيت عند الطبيبه دوزت قالت لي كلشي عندك مزيان وكلشي هو هذاك، ربما يكون من راجلك وخاصو حتى هو يجي يدير التحاليل. ايوا قلتها له وبدا كيتهرب. اليوم غدا اليوم غدا، حتى دازت 4 شهور ومشى دار التحاليل.
ايوا كانت صدمه قويه بالنسبه ليا. الرجل عقيم وكذب عليا، بكيت وبقى فيا الحال حيت كنت ناويه معاه المعقول وكانت نيتي صافيه. من بعد قلت ماشي مشكل، قدر الله وما شاء فعل، وهذا مكتب الله كيتصرف. وحاشا ربي الحبيب بغى العباد شي حاجه خايبه. رديت بالمكتوب وكملت حياتي عادي. الرجل بدا في الشكان وديما المشاكل، وكيقول لي غادي تمشي وتخليني. وكان يا خواتاتي فين ما كيشوف شي مرا عندها وليد كيقول لها قولي لها تطلق ما عندش الشرف باش تولد. ما كنتش كنرضى حيت الناس غادي يديو عليا شي نظره خايبه بحال اللي انا باغيه ولاد بزز. ديما ولات فمو انا غير شارف وعاقل. واحد النهار قلت له علاش كذبتي عليا في الاولاد منين سولتك، قال لي خفتي الا ما تبغيش تتزوجي بيا. المهم بقيت عايشه في داك الجحيم والتهديد، ما كنهضر مع حد وما كنمشي عند حد وما كيجي عندي حد وما حتى شي حاجه. ديما لاصق فيا فين ما مشيت راه في جنبي، كان كيقول لي الا ما طبقتيش هاد الشيء غادي نرجعك للمغرب. وانا عندي داك الصغير ورق ديال عام، وكنت كنصبر على حساب خوتي الصغار والوليده لانهم كانوا محتاجين ليا بزاف، وإلا ما صبرتش غادي نضيع. ما نكذبش عليكم اخواتاتي، واخا كنت كنتعذب من الداخل ديالي حيت هاد العيشه كرهتها ومليتها ودخلت في اكتئاب خايب وليت شخصيتي ضعيفه. كان هو اللي كيتحكم فيا وليت ديما الخلعه لاصقه لي في قلبي، ولكن ملي كنشوف خوتي ما محتاجين لوالو كنحمد الله وكنشكره. وكنت كننسى شويه د الهم. منين كنت كنمشي للمغرب الناس كيبقاو يقولوا سعداتها خدات راجل لاباس عليه فرنسا. ما كانوش عارفين اشنو في قلبي حيت ما كنت كنعاود حتى لشي واحد. وانتم عارفين الناس كتحكمي على المظاهر وعلى شنو لابسه وشنو عندك. كنت كنمشي للمغرب ما كنخلي ما كنشري ليهم كاع داكشي ديال المصروف ديال الكوزينه نشري ديال 6 شهور باش ما ينقصهم والو. اختي قريتها في مدرسه خاصه حيت بغيتها توصل لاحسن مرتبه وتكون احسن مني في الدراسه. الحمد لله كانت ديما كتفرحني في النقاط ديالها وما عمرها ما حشمتني. الحمد لله ولله الحمد، كملت حياتي وزدت في صبري ودازت سنين مع داك الراجل. في الاخر بغاني نلبس المعري ما بقاش كيصلي، وقال لي حتى الصيام ما غاديش نبقى نصوم، ولا كيشرب الشراب. قال لي انا صافي غادي نخرج من الدين ديال الاسلام. استغفر الله العظيم، استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه. قال لي غادي نولي مسيحي حيت كاع المسلمين منافقين وكذابين. تصدمت صدمه قويه ما نقولكمش عليها، عييت من حاول معاه انه يتراجع على داك القرار. والو اللي في راسو في راسو. صافي بقيت مصدومه وتالفه. اش هاد المصيبه يا سيدي ربي نزلت لي فوق راسي، شنو غادي ندير في هاد الحاله هادي. كنت صابره ولكن هاد الشيء ماشي ديال الصبر. وليت نقول له هاد الشيء حرام وربي غادي يحاسبني، وقررت نتفارق معاه. قلتها لعائلتي على الطلاق وما بغاونيش نطلق. صافي انا كنت خديت قراري، قلتها ليه وهو يرحب بالفكره. قال لي يا صافي نجيب لها لك وتلبس لي اللي بغيت وتقبل على شروطي. ومن بعد قال لي عندي شروط الا بغيتي نطلقك. قلت له شنو هي؟ الله يسمعنا خبر الخير. قال لي غادي تنازلي لي على الديور والطوموبيلات والفلوس اللي في البنكه، حيت في فرنسا اي حاجه ديال جوج مزوجين خاصهم يقسموها. صافي وافقت على شروطه بالزربه وبلا ما نفكر، لان الدين ديالي احسن من الدنيا واللي فيها. دازت 3 شهور كانت عندنا جلسه في المحكمه وطلقنا دغيا زعما الصراحه حيت كنا متفقين على الطلاق. خرجت من الدار غير بالباليزه ديالي و10 اورو في جيبي. الحمد لله
عائلتي لقاو لي الكرا وسكنت بوحدي. مشيت كنت متبع عند واحد الطبيبه نفسانيه حيت كنت محتاجه نخوي داك الشيء كامل اللي في قلبي وداك الهم كامل اللي عشته مع داك الراجل، حيت ما كنتش كنعاود حتى لشي واحد من غير بنت خالتي اللي الله يسمح لي منها، كانت مشاركاتني همي كامل وكانت حاسه بيا وكانت هي اللي كتصبرني، والله يجازيها بالخير يا ربي. هضرت مع الطبيبه وخويت عليها كل شيء وحسيت بالراحه شويه. الصراحه كنت كنحس بحالي عاد زاديت، الحمد لله ولله الحمد، رجعت مزيانه في راسي ورجعت ثقتي في نفسي وكملت في خدمتي ووليت نزعم في السياقه وربي يسر لي جميع الامور الحمد لله. الصراحة بيني وبينكم ما ندمتش على هاد التجربة ديال الزواج، حيت تعلمت منها بزاف ديال الحاجات واستفدت منها بزاف. دازت الأيام وخوتي كبروا واللي داروا صنعات نفعهم، كنت كنقول صافي ما غاداش نتزوج حيت داك التجربة الأولى علماتني، ولكن الحمد لله من بعد عام ونص بدلت رأيي ولقاني ربي بواحد ولد الناس ما فضلتو على وجوهكم اي وحده تتمناه. رزقني معه ربي بجوج وليدات ما يكونوا عندكم يا ربي عند المحرومين. وهنا خواتاتي سالت حكايتي وبغيت نقول لكم ما عمركم تفقدوا الامل، ربي كبير ورحمته واسعه واللي في المكتب هي اللي كتوصل والرزق هو الله سبحانه وتعالى، فقط قولوا يا رب. وكما ورد على مسامعكم الطيبة القصة ديال الأخت ديالنا فاطمة اللي القصة ديالها رغم الألم فهناك أمل وهناك عبر ورسائل. القصة ديالها الصراحة مختصرة بزاف، ولكن من خلالها عرفنا بزاف ديال الأمور وعرفنا أن الصبر مع التفاؤل كيصنع المعجزات، وكما كيقولوا باب الصابرين ما عليها بواب، وسعدات اللي صبر ونال. والحمد لله أن هاد مثل القصص واخا كيكون فيه من المعاناة أنا كيعجبوني لأن كتكون نهاية سعيدة. نتمنى إن شاء الله يفرج على جميع المسلمين والمسلمات يا ربي، واللي في خاطرها شي حاجة والله يحقق عليها. الخاص ديال قناة سمعت حكايتي كترحب بالجميع بقصصكم مشاكلكم همومكم وأحزانكم، ومرحبا بكم ومرحبا بالجميع. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله. مع السلامة.